السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير، اتمنى تكونوا مستمتعين معانا بالكورس، واتمنى يكون المحتوى عجبكم ان شاء الله. طيب النهارده معانا دايمنشن تايب اسمه الهوت سوابل دايمنشن او سوابل دايمنشن. الدايمنشن ده من كتر ما هو منتشر احنا بنستخدمه كتير، بس مش عارفين ان هو اسمه ان هو ليه، يعني ليه امبلمنتيشن وليه اسم الدايمنشن يعني. طيب الدايمنشن ده عباره عن ايه؟ الدايمنشن ده كديفينيشن هنا بيقول لك ان الدايمنشن ده بيكون ليه alternative version، اكتر من alternative version، وبنستخدمها وممكن كل واحد تستخدم at query time. تعال ناخد example. تخيل عندنا شركة، الشركة دي مثلا شركة اتصالات، عشان ده اكتر مثال بحبه يعني. حلو، فشركة اتصالات دي فيها table اسمه party. مين party ده؟ هو اي حد بينتراكت مع الشركة، قد يكون customer، قد يكون dealer، قد يكون agent، قد يكون sales، subscriber، امبلوي، اي حد في الشركه، من اصغر واحد، اي حد بيتاتش مع الشركه دي هو بارتي بالنسبه لي. طيب البارتي ده ليه شويه خصائص، خصائص عامه، نفترض الاسم، السن، العنوان، بس ليه كل واحد بقى، كل تايب اوف بارتي ليه بعض الكولومز الخاصه بيه. طيب بالتالي لما اجي اشتغل، لو بشتغل مع السيلز يبقى لي كولومز مخصصه لي، لو بشتغل مع الديلر بقى لهم كلهم مخصصة بيه. طب ازاي بنهندل ده؟ هنشوف مع بعض في الفيديو ده. طيب طيب كل تايب في من كل تايب او كل فيرجن من الهوت سوابل ده او اللي هو السايب تايب بيبقى ليه ايه؟ بيبقى ليه ديفرنت مينينج. يعني ايه؟ مثلا الايجنت ده راجل شغال في حاجه غير اللي السبسكرايبر شغال فيها، فبالتالي واضحه جدا ان احنا ده مينينج مختلف عن ده. طيب حاجه الثانيه بيكون ديفرنت ستراكشر، يعني ممكن يبقى عندي مثلا الايجنت او السيلز ليه كولوم عكس او مش عكس، مختلفه يعني، مش شرط تكون عكس يعني، ممكن تكون مختلفه مع مثلا الديلر. حلو، الايجنت والديلر والسيلز، طيب او السبسكرايبر، ماشي. هوفر ممكن يكون ليهم برضه كومون، بس الكلام هنا على اختلافات بينهم يعني. طيب ممكن يكون ليه داتا اقل من الاساسيه، من اللي هم البرايمري دايمنشن الاساسيه يعني، ممكن ليه شويه ليس روز او كولوم بيزد على عندي كام سيلز ايجنت او كام سيلز ممبر في التيبل بتاعي. طيب برضه بيبقى ليه او بيختلف بيزد على الانبوت فيرجن يعني، ماشي. لو انا مثلا بفلتر على السيلز، لو بجوين مثلا مع شويه فاك بفلتر على والتايب ايكوال سيلز، هي مختلف عن الديلرز مثلا. طيب ممكن تيبل من التيبلز يكون فيه انتر اكشن بين اتنين من البارتيز، نفترض سبسكرايبر مثلا او سوري السيلز والديلر مثلا، او السيلز والايجنت، او سبسكرايبر بتاعي والايجنت بتاع الشركه، ده ممكن يحصل عادي برضه. طيب كل واحد فيهم ممكن يبقى يستخدم as a prime dimension، وممكن يجوين معاه الفاكت تيبل، برضه منطقي. طيب برضه من ضمن الحاجات المهمة جدا بقى ان كل تايب بيبقى ليه different user او different business. وفي حتة مهمة جدا جدا هنا، ان انا ممكن استخدم الامبلمنتيشن بتاع الهوت سوابل ده او السوابل دايمنشن ده عشان بعض restriction على الداتا. بمعنى ان انا دلوقتي نفترض ان عندي تيبل او داتا بتجيت انفورميشن من البارتي تيبل ده. حلو، فبالتالي ممكن انا مش عايز مثلا انا كمثلا تايتل بتاعي نفترض سينيور اكاونتنت مثلا، ان انا بشوف سالاريز او بشوف شويه انفورميشن للسالاريز. حلو، طيب واحد تاني ايجنت مثلا، فهو سوري مش ايجنت، واحد تاني مثلا في السي ار ام سيستم ليه مثلا بيشوف شويه انفورميشن لها علاقه بالبيانات الشخصيه بتاعتهم، الاسم، العنوان، الادرس، بس ما بيشوفش السالاريز. فممكن استخدم هوت سوابل في حاجه زي كده. ممكن استخدم هوت سوابل مثلا ان انا ادي اكسس لحد على مثلا ايجنت تايب، بس ما ادوش على السيلز تايبس او على الديلر تايبس، بيزد على شويه كده. فهو بيستخدم بقى احيانا في ريستريكشن بتاع الداتا. فدي نقطه بيحصل سوابنج اون ذا كويري او بيزد على الامبلمنتيشن. طيب ناخد اكزامبل، اكزامبل كبير شويه بس انا قصدت اكبره عشان نقدر نشوفه سوا، معلش يعني ايه، استحملوني في الحته دي. عندنا بارتي تيبل، بارتي تيبل دهوت ايه؟ في النيم، في البارتي نيم، في الكونتاكت، في الديبارتمنت، التايب، البارتي بوزيشن، البارتي سيلز تارجت، التارجت مثلا بتاعته، البارتي شانل، البارتي دايركتور، مش دايركتوري سوري، ديز دايركتور، دي سوري دي طيبه اوكي. في عندنا بارتي اوفيس، في عندنا بارتي فيرست لانجوج، في البارتي سكند لانجوج. حلو،
طيب اول حاجه عايزين نشرحها هي ان ممكن ان البارتي ده ممكن له علاقه بالسيلز ديتيل فاكت. ماشي، السيلز ديتيل ده ممكن يكون فيه حاجتين، ممكن فيه الايجنت والسيلز، الاثنين انت يعني موجودين از افورين كي للتيبل دهوت، والاثنين بياخدوا كل واحد ليه ديفرنت بارتي اي دي في التيبل دهوت. حلو، دي اول فيتشر. طيب لسه هنشوف زي بالامبلمنت الحته دي نشرحها في السلايد الجاي، بس هي الحته الاولى ان احنا ممكن يبقى عندي الاثنين في نفس التيبل. الحاجه الثانيه بقى، لو جينا بنتكلم على السيلز بعيدا عن ان ده سواء ده سيبريت تيبل او فيو، لسه هنشوف في السلايد الجاي هشرح الفكره ايه، بس انا متخيل ان عندنا سيبريت تيبل اسمه سيلز. السيلز ده هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه شويه كومن كولوم زي ايه؟ هي مثلا من اول البارت اي دي لغايه البارتي بوزيشن، بس هيبقى فيه ثلاثة كولومز مختلفين، التارجت التشانل الدايركتور، مش دايركتوري برضه بس دي برضه طيب. ماشي، عندنا الايجنت هنا، الايجنت هنا ايه برضه ليه من اول اي دي لغايه الايه البوزيشن، بعد كده هيبقى عنده ايه اوفيس، عنده فيس لانجوج، عنده سيكند لانجوج، منطقي جدا جدا. طيب بالتالي اللي احنا عايزين نقوله هنا هو ايه؟ ان الاختلافات هنا ما بين البارتي الايجنت والسيلز هو ايه؟ تأثير كولومز. طيب ازاي بقى بيحصل امبلمنتيشن؟ انا هنا حاطط 3 تايبس. ماشي، اول واحد تخيل كده ان انا لما اجي اجوين ما بين ده ما بين السيلز والبارتي، ان انا اجوين اون اجوين دايركت مع البارتي. ايه ميزه ده وايه عيب ده؟ الميزه بتاعته ان انا كده ما عنديش دوبليكيت للداتا، هي داتا موجوده في وان تيبل وموجوده على دايركت. ساعه الجوين انا بفلتر على البارتي تايب في ران تايم. حلو، طيب ايه المشكله بقى؟ ان هيبقى عندي تحس لما تيجي تشوف التيبل بتاع البارتي ده، بتحس ان في شويه كولومز نال وشويه كولوم مش نال، فتحس كان التيبل شكله مش كويس، يعني في شويه نالز حابب مش نالز، تحس ان التيبل كده مش افضل موديلنج ليها يعني. طيب بس على جانب الاخر مفيش دوبليكت للداتا، بس برضه نقطه مهمه حته الهوت بقى هنا، لما اجي اسلكت اون ذا فلاي بعمل هوت سواب، وانا بديله الدايمنشن تايب بناء عليها بيزد على البوزيشن تايب او الدايمنشن تايب البارتي تايب بجيب الداتا. بس هنا خد بالك ان هي ايه بيحصل كده ايه اون ذا فلاي. طيب يعني في كوي بتعمل كده اهو. طيب الحاجه الثانيه لوجيكال فيوز، يعني ايه؟ يعني السيلز والايجنت هنا دول فيوز مش فيزيكال تيبلز. ماشي، مبنيين اوفر البارتي دول، لما باجي اسلكت الداتا بجيب بيزد على الفيو. حلو، طيب ايه الميزه بتاع ده؟ هو ايزي فور مانجنج والامبلمنتيشن. حلو، بيبقى عندي ديفرنت فيوز، كل واحده ليها الامبلمنتيشن بتاعها وليها المانجنج بتاعها سهل، بس مشكله بتاعتها بيرفورمانس، ان انا برضو ان انا محتاج ان انا لكل فيو اجي سلكتها بيست بيرفورمانس بقى، ان فيو في الاخر ممكن تبقاش ايه اسرع بيرفورمانس موجوده يعني. برضو محتاج ان انا مانج الاوثرايزيشن بير فيو، دي حاجه ثانيه يعني. طيب ايه بقى الاختلاف بقى لو بعمل على الفيو والتايب الجاي بقى اللي هو فيزيكال تيبل؟ ان انا هيبقى عندي حاجه اسمها تايب وحاجه اسمها سب تايب. حلو، التايب هنا هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي مثلا تايب اسمه ايه اللي هو البارتيز، والسب تايبس بتاعتي هيبقى فيها الديفرنت تيبل. زي على سبيل المثال هيبقى عندي هنا حاجه اسمها ايه، ده هيبقى عندي تايب اسمه بارتي مثلا، والسب تايبس بقى بتاعته اللي هو السب بارتيز بقى هيبقوا ايه، حاجه زي سيلز الايجنت، كل دول هيبقوا ايه، هيبقوا سب تايبس. حلو، ساعتها مش هيبقى عندي دوبليكيت للداتا، فدي بقت ميزه، ما بقاش عنديش دوبليكيت للداتا، يعني الاي دي سوري من اول البارتي نيم لغايه البارتي بوزيشن هيبقوا موجودين ان هوت مثلا. طب والسب تايبس او التفاصيل بتاعته بقى المختصه بيه او التفاصيل الخاصه بالايجنت بقى هتبقى موجوده في السب تايب. ايه بقى ميزه وعيب ده هوت؟ نشرحها سوا. الميزه بتاع ده هوت ان انا بقى عندي بيرفورمانس كويس وبيتر ديزاين، تحس كده ديزاين سهل كده واسهل في الامبلمنتيشن وبرفورمانس قويه جدا. انت لو عايز سيلز بتروح على السب تايب بتاع السيلز، لو عايز ايجنت هتروح على السب تايب بتاع الايجنت. طيب ايه المشكله بقى؟ ان انا بقى عندي الداتا ريدندنسي، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ممكن يكون عندي شويه كومون كولوم ما بين سب تايبس كده الداتا دوبليكيتد. ماشي، ان حاجه ثانيه انا ممكن يبقى عندي شويه كومون كولومز، مثلا تعالى نتخيل ان عندي هنا البارتي ده في شويه تفاصيل، انا التفاصيل دي مش هحطها في التايب، هحطها في السب تايبس، برضه هتبقى دوبليكيتد. طيب حاجه كمان ان انا الكي بقى، انا هنا عندي كي لكل سب تايب، ممكن يحصل دوبليكيت للكيز دي، ودي مشكله محتاجين نهندلها. طيب ايه تاني؟ الداتا انكريس ده سايز، انا عندي دلوقتي الداتا سايز بقت انكريس، ده عندي اكتر من تيبل، فيزيكال تيبل مش لوجيكال تيبلز فيوز.
حكم الاي تي ال هيديك، الاي تي ال محتاجين يهندلوا الكلام ده التايبس وسب تايبس. ف خلينا نقول يعني تو كونكلود او الشاهد في الحته دي عايزين نقوله ايه، ان كل بارتي من ده او كل ديزاين من ده ليه مميزات وعيوب. انا على حسب الديزاين بتاعي، حسب الداتابيز، حسب الشركه بتاعتي والحجم ده بتاعتي، ببدا اختار الحاجه بتاعتي. ما اقدرش اقول لك ان ده افضل حاجه ومش ده اوحش حاجه، بس يعني بس لو بنتكلم على الداتا هاوس انا شفت الفيزيكال واللوجيكال، بس يعني الغالبيه انا شفت لوجيكال اكتر يعني اكتر من فيزيكال. في البيج داتا لو بنتكلم على البيج داتا، لا البيج داتا امي في الترانك يعني امي على طول كل حاجه ايه في وان تيبل، حتى لو نالز مش مشكله، ونختار مثلا كي فورمات ولا حاجه زي كده ومش مشكله. ده بالنسبه لي افضل بكتير جدا من انا اقعد اجوين وسب تايبس وفيوز والكلام ده، بريزنت الداتا كلها في وان تيبل ما بتفرقش معانا. انا ليه بقول بيج داتا والكلام ده، انا اقصد في هايف يعني عامه، بس يعني في بعض حاجات تانية ممكن يبقى ليها فيزيكال تايب يكون كويس، بس انا بتكلم ان جنرال يعني. طب احنا كده خلصنا الحته دي، يبقى لنا اخر حته هنا. انا بشكل ما بحاول لو حسيت في تشابه بين الدايمنشنز احاول اشرحها واقارنها ببعضها، لو فعلا في حاجه تقارن ممكن حاجه مش مقارنه يعني. فانا حسيت ان في ممكن يحصل خلط ما بين الكونفورمد والرول بلاينج والسوابل دايمنشن، فقلت اعمل سلايدها كده احاول ايه ادي الكي ديفرنس بينهم عشان ما يحصل لكش خلط والدنيا تكون سهله عليك. طيب اول حاجه ايه هي الكونفورمد. الكونفورمد دايمنشن بيبقى عندك كي هو ليه سيم مينينج اند سيم فاليو في كل البلاتفورم، يعني عندي كاستمر اي دي 1 2 3، الكاستمر ده هتلاقيه في اي حته كاستمر اي دي هيبقى هو 1 2 3 نفس المينينج نفس كل حاجه. نفس كام برودكت اي دي، لو عندي برودكت اي دي 1 2 3 برودكت اي دي لو جبت سيلكت من اي حته هو ليه نفس المينينج نفس الفاليو. طيب الرول بلاينج، الرول بلاينج هو ديفرنت مينينج بس عن نفس الفاليو، يعني ممكن يبقى عندي مثلا ديت نفس مثال مشهور، عندي ديت مثلا اللي هو 12/10/2019، الديت ده هو ممكن يستخدم هو نفس الفاليو، ممكن تستخدم از ديليفري ديت از مش عارف شيبمنت ديت اكسباير ديت، هو نفس الديت بس ديفرنت مينينج. واضح صح؟ اوكي اعتقد واضح. طيب السوابل، السوابل هو ليه ديفرنت مينينج بيزد على الكاتيجوري، يعني احنا عندنا دايمنشن كل فيرجن من دايمنشن بيزد على الكاتيجوري بتاعها هيبقى ليها ديفرنت مينينج. هو هي دي الكي زي ما قلنا هنا، حته السيلز والايجنت والتايب والسب تايب، فالفروقات بينهم يعني في فروقات بس تحس ان انت بتتعامل معاهم كلهم زي بعض، هم مش زي بعض يعني انت. طيب نقطه مهمه جدا وانا حابب ان انا اقولها في الفيديو ده، ودي اسئله كتير بتجي لنا، هل انت وانت بتمبلمنت بتبقى عارف اسم التايب؟ يعني تقعد تفكر انا عايز امبلمنت كونفورمد، انا لا انت ما بتفكرش كده، تفكر يوز كيس عايز امبلمنتها تمام امبلمنتيشن يعني. بس وانت بتعمل امبلمنتيشن انت التكنيكس او انت عارف ان الدايمنشن ده ليه اسم اللي فيه بيست باكس ممكن تعمله اصلا وانت مش عارف ان انا في مثلا يعني السوابل ده انا قعدت استخدمه سنتين ونص وما اعرفش اسمه سوابل، يعني ما اعرفش في حاجه اسمها سوابل بتعمل امبلمنتيشن انا كنت بعملها، بس لما عرفتها عرفت كان في تكه كنت المفروض اعملها كان المفروض تعمل احسن، وعرفت ان في تايبس وفي امبلمنتيشن، وهي دي الفكره اللي بنحاول نعملها. احنا بنقصل للحاجه عشان تبقى واضحه، يعني احنا زي ما قلنا ان احنا في الجزء بتاع الداتا هاوس ده احنا مش بنديك حل، احنا بنديك طريق لما تمشي معانا فيه هنوسع لك الرؤيه اللي انت بتبص عليها في اخر الطريق ده، يعني معدل رؤيتك في الحلول في داتا هاوس قبل ما تمشي معانا في الكورس عن اخر الكورس، هي فكره ان احنا بنديك حلول اكتر بس بشكل منظم، لكن انت ممكن قبل الكورس واخر الكورس تبقى نفس المعلومات بس نظمناها وحطينا لك اساميها وعرفناها لك، بالتالي رؤيتك في حل المشكله المفروض يبقى منظم اكتر واوسع وبشكل دقيق. يعني احنا كده خلصنا الفيديو ده، اتمنى يكون واضح، اتمنى يكون ما حصلش اي خلطه بين الكونفورمد والبينج والسوابل، اتمنى يكون السوابل الاكزامبل واضح. ان شاء الله هنحط اكزامبلز اكتر وريفرنس اكتر، تابعونا في الكومنتس على الفيديو والديسكربشن هتلاقوا لينك في تفاصيل الفيديو دهوت والفيرز ريدنج بتاعه. اشوفكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم.